الإعلام المتعلق مصطفى الأغا، مرحب فيك بالإمارات النيوية. هلا حبيبي علي، خلي لي إياك. مصطفى، كيف الأجواء الرياضية؟ أجواء هون شكلها ما في روح رياضية، جو تنافسي هون. طيب خبرنا عن المهرجان، حضورك بالمهرجان، تفاعلك. الحمد لله أنا كل سنة بحضر مهرجان دبي السينمائي لأنه لي اهتمامات. أنا بتعرف كاتب، بكتب قصص وعندي مؤلفات، وأحيانا لي علاقات يعني سينمائية شوية صغيرة بزمناتي، كتب سيناريو وفيلم. فهالسنة عاجبني أنه في شيء عربي، في شيء نحن منا. أنا طبعا بتمنى الإخوان العرب أنه يجوا يشاركوا بهالمهرجان، نشوف أفلام عربية مثل ما كنا نشوف مهرجان دمشق السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي، شوف حجم أكبر من الأفلام العربية مشاركة إن شاء الله يا رب. ممكن نلاقي شيء فيلم سيناريو مصطفى الأغا؟ اي طبعا، جدا وارد، جدا جدا. متى؟ فلسطين قريبا. مين البطل والبطله؟ هلا انت تكتب سيناريو مش بتخيطه لحد معين، لكن بذهني شيء معين. مين بتتخيل انت هيك حابب انه ينكتب هذا السيناريو لحد معين هيك بال... انا شوف، انا ضد الكتابه لاشخاص، عندما يكتب لاشخاص يسقط العمل. انت تكتب وبعدين يعني انا مع الـ مع الـ مع نعم مع يكون العمل هو الاساس وليس يكتب لشخص. يمكن ما اساء شوي للدراما العربيه الا ان تكتب لشخص، لانه بصير كانك انت عم تفصل لشخص. لا، هي بالنهايه يكون في حدوته وحدا يقدر يعني، واكيد عن ممثلين كتار راعيين موجودين بالوطن العربي. كيف تحضيرات لكاس العالم؟ 4 مشاركين ما شاء الله، ما شاء الله هالسنه اول مره. ان شاء الله نحن عاملين برنامج مثل كل سنه، 2010 2014، مثل كل مره مفكر اعمل خليط فني رياضي، يعني يكون نجم تلفزيون او نجم سينما موجود مع نجم رياضي. ولانه بالنهايه انا ضد مساله انه تحليل وتركيب وفلان و4 الناس بتمل، الناس بتزهق، في لها مختصين. نحن شو اعلامي، بعدين عندنا مصر وتونس ومغرب وسعوديه، يعني هالمره في مجال انك تحكي اكثر وتكون على اطلاع اكثر شو عم بيصير بالدول العربيه ان شاء الله. طبعا عالم الرياضه والفوتبول وهيك له شهرته غير الشهرة الفنية وهيك، هداك له عالم وانت عم تخلط. والله كله بيسلم على بعضه يعني، كله بيسلم على بعضه يعني. اليوم عندك مثلا بتشوف نجوم الرياضة عم بيقدموا برامج بمصر ولا في 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 اوروبا، بتلاقي نجوم الرياضه عم بيعملوا برامج وعم بيعملوا وصاروا جزء من واحيانا بصير افلام على بيكم، بندت لايك بيكم، في كثير افلام عم بتصير على رياضيين. فبالتالي هي هن بالنهايه كله مزيج واحد من الفن والرياضه والابداع، خلينا نقول تحت بند الابداع. بتمنى لك كل التوفيق لك. انا بتمنى، ما شاء الله عليك انت مولع مولع، حيعمل شبكه اعلام لحاله ما هيك حبيبي علي، حبيبي.